مساء الخير ضيفه على ما استفهام لهذا المساء الباحث والكاتب السياسي الدكتور لغيد الصلح. نحاول من خلال هذا البرنامج على ما استفهام من 50 دقيقة أن نحلق فوق المنطقة كما أسميناها من الخرطوم إلى طهران جدل المنطقة. أريد أن أتوجه إليك بسؤالي الأول حول حدث لافت نوعا ما يعبر عما فعله الربيع العربي في المنطقة بقرار إداري حتى الآن بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ويقال نهائيا. التفسير الإداري أن الطرف الآخر أي الشركة الإسرائيلية لم تلبي شروط العقد، لكن واضح جدا أن هذا القرار الإداري لم يكن ليخرج إلا بقرار سياسي على مستوى القيادات العليا في مصر. طبعا معروف جدا أن هذا الخط تعرض لمجموعة من عمليات التخريب، لكن برأيك لماذا القرار اليوم وما معنى هذا القرار حاليا؟ أنا يعني أتصور أنه القرار ليس خارج سياق المتغيرات التي طرأت على الأوضاع في مصر. عندما حدث التغيير الثوري والراديكالي في مصر يعني انبرى العديدون إلى تفسيره على أساس أنه ظاهرة محلية وطنية مصرية بحتة لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية، بالأوضاع الاجتماعية، بالأوضاع السياسية الداخلية 100%، وليس لها أي أدنى علاقة بالأوضاع الإقليمية أو الأوضاع الدولية. ولكن ثبت أن هذا الرأي جزء منه صحيح. بالطبع الأوضاع الاقتصادية كانت ضاغطة يعني ومؤثرة، وكان لها أثر كبير خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة وسائر هذه الأعراض. ولكن في نفس الوقت ثبت أنه لا يمكن استبعاد العوامل الخارجية أيضا، خاصة موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وموضوع إسرائيل، موضوع يعني علاقة مصر بهذه المسألة. مصر كانت ربما على الصعيد الاقتصادي الكلي أوضاعها يعني تتحسن أيام حسني مبارك، ولكنها بالمقابل على الصعيد السياسي والاستراتيجي بدأت يعني لم تبدأ وإنما كانت تتراجع باستمرار وكادت تفقد مكانتها الإقليمية. هذا القرار يأتي في سياق مضاد لهذه الظاهرة التي استفحلت أيام حسني مبارك نتيجة تحالفه الوثيق مع نتنياهو. لكن دكتور يعني تعرف بكل أحوال قرارات من هذا النوع لا تؤخذ ببراءة، هناك صراع سياسي في مصر وقد يعتبر هذا القرار يعطي شعبية نوعا ما، القرار شعبي في مصر قد يعطي شعبية للمجلس العسكري وهو يخوض هذا الجدل الداخلي حول الرئاسة. هل برأيك توقيته له علاقة بمرشح ليس مرشح المجلس العسكري لكن بمرشح يراد أو يريد المجلس العسكري إعطاؤه فرص أخرى؟ لابد أن هذا الأمر له علاقة بالصراع السياسي الحالي، بالانتخابات الرئاسية، يعني التجاذب بين الطرفي السياسة المصرية، لأن المجلس العسكري من جهة والإخوان المسلمين أو الإسلاميين من جهة أخرى. ولكن هنا أود أن أطرح سؤالا حتى نتأكد من دقة يعني هذا التحليل، وهو التحليل أنا أعتقد كما قلت سليم، ولكن من هو المرشح المجلس العسكري اليوم؟ يعني هنالك علامة استفهام لم تنحسم. قبلا كان عمر سليمان المرشح البديهي تقريبا المعلن للمجلس العسكري، ولكن مع شاب اسمه يبدو وكأنه ليس هنالك مرشح بديهي، هنالك أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق، لكن لست متأكدا أنه هو سوف يكون. قد نتحدث عن مرشح، ولكن قد نتحدث عن دور للمؤسسة العسكرية لما بعد الانتخابات الرئاسية. نذكر جيدا أنه عمرو موسى صرح في هذا الإطار أنه سيحترم دور المؤسسة العسكرية. هناك طبعا كلام حول ميزانيات العسكر بعد الانتخابات، علاقة العسكر بالإخوان،
لكن برأيك هل فاجأتك مصر يعني بغض النظر عما حصل في موضوع وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، هل تفاجأت بكل هذه التفصيلات المصرية؟ كيف المجلس العسكري أن يرشح لواء عمر سليمان بشكل طبعا غير رسمي، وبعد ذلك تأتي لجنة قضائية قانونية وتسحب هذا الترشيح؟ كيف الإخوان المسلمين أيضا أن يدفعوا بمرشحين وليس بمرشح واحد ثم يسحب المرشح الأساسي؟ هل كل ذلك، هل هذا لهذه الدرجة هناك ارتجال في يوميات السياسي في مصر؟ أتصور أن مبررات ومسوغات ترشيح المرشح القريب للمجلس العسكري شيء، ومبررات وحيثيات ومسوغات ترشيح مرشحي الإخوان شيء آخر. فنبدأ بالمجلس العسكري. أتصور كما يقال أن يتردد أن ترشيح عمر سليمان كان المقصود منه هو تبرير شطب الشاطر وأبو إسماعيل. لم يكن من السهل صدور قرار بمنع بالحيلولة دون ترشيح الشاطر وأبو إسماعيل دون وجود عمر سليمان. فكان يعني عمر سليمان هو الضحية، يعني رشح لكي يسحب. وبرأيك ونفذ أوامر، نفذ أوامر عسكرية. أنا أتصور أنه يعني قريب المجلس العسكري يعتبر نفسه جزء منه، فما يقوي ويعزز مكانة المجلس العسكري بأنه ينسحب على عمر سليمان، لذلك لم يكن عنده مانع ربما. تتحدث وكأنه كان مطلوب ترشيح اللواء عمر سليمان لسحب ترشيح خيرت الشاطر، ولكن مرشح الإخوان ما زال موجود. هل خيرت الشاطر يختلف عن محمد مرسي مثلا؟ أنا أعتقد إلى حد ما يعني بالنسبة إلى المجلس العسكري، بالنسبة أعتقد أن خيرت الشاطر كان حظه في النجاح أكبر من محمد مرسي. يعني يبدو أن الشاطر كانت له علاقات واسعة، وكان صحيح أن محمد مرسي هو رئيس العدالة، ولكن خيرت الشاطر كان أقوى نفوذا بين المسلمين، وكان يعني ينشر شباك للتعاون للتواصل مع أطراف متعددة، لذلك كان حظه أكبر. الآن تبدو حملة الترويج وترشيح محمد مرسي أقل يعني زخما من حملة الشاطئ. من خلال تحليلك دكتور راغد الصلح، وكأنك تلمح إلى أن الأمور ليست مرتجلة في مصر، وأن المجلس العسكري يمسك بزمام الأمور، وأنه القضاء الإداري عندما ألغى اللجنة التأسيسية للدستور ثم ألغى بعد ذلك ترشيح 10 أعضاء، في كل ذلك ليس بريئا، ليس مهنيا وتقنيا، هناك من أوحى بذلك، وخصوصا بالنسبة لخيرت الشاطر أو لواء عمر سليمان أو حازم أو فلنضع هذه الأحداث في إطار أوسع. كل انتقال إلى الديمقراطية من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يكون فيه يعني أحداث متسارعة متلاحقة متضاربة متناقضة، يعني لا تنتظمها مسارات محددة ومحكمة بهذا الشكل. هنالك ربما يعني عوامل كثيرة متناقضة تؤثر على قرارات المجلس العسكري وعلى قرارات الإخوان المسلمين أو الإسلاميين بشكل عام، على قرارات الأحزاب الثانية، وأحيانا تحت ضواغط محلية وأحيانا تحت ضواغط خارجية. ولكن ما أود أن أقوله هنالك يعني أمران ثابتان. الأمر الأول أشرت إليه كما تفضلت، أشرت إليه بأن المجلس العسكري يريد أن تنتهي عملية الترشيح والرئاسة والانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على المصالح الحيوية والرئيسية للمؤسسة العسكرية المصرية، وهي مصالح ضخمة. يعني يقال أن 40% من الاقتصاد المصري هو المؤسسة العسكرية. ثم ليس فقط المصالح الاقتصادية، وإنما يعني دور المؤسسة العسكرية والجيش المصري داخل المجتمع، داخل الحياة السياسية. أتصور أن يمكن النموذج الذي تطمح المؤسسة العسكرية المصرية إلى تكراره هو ما كان في تركيا. يعني كان هنالك
نوع من الثنائية، هناك المؤسسة العسكرية وهناك الحكومة، وكان هناك مجلس ومؤسسة تنتظم الاثنين معا في القضايا الرئيسية، القضايا الهامة الكبرى والمصيرية، تأخذ قرارات بصورة ثنائية بين الجهتين معا. فأعتقد أن ما يتجه إليه الجيش المصري الآن، المؤسسة العسكرية المصرية، هو اقتباس هذا النوع من النموذج. الأمر الثاني الثابت أن الإخوان المسلمين والإسلاميين وكافة الأطراف المعارضة خاصة الإخوان لا يريدون أن تكون هذه ديمقراطية شكلية، يريدون أن يدخلوا الحكومة أن يحكموا، يعني بمعنى أن يكون لهم وجود فاعل ومؤثر، وأن يكونوا هم أصحاب القرار يعني في الدولة. لكن أثبت الإخوان أيضا، الإخوان المسلمون بشكل عام، أنهم يعني واقعيين، فإذا اقتضى الأمر شيء من المشاركة والتوافق مع المؤسسة العسكرية لن يكونوا ضد ذلك. أنا الواقعية دكتور رغيد الصلاح في كلام في البداية، بداية الثورة التي لم يصنعوهم، ارتحقوا بهذه الثورة، قالوا أنهم لا يريدون أن، وخصوصا لا يريدون تبوئ الموقع الرئاسي في مصر، بعد ذلك دفعوا بخيرة الشاطر وبعد ذلك بمحمد مرسي، طبعا سيطروا على البرلمان وعلى مجلس الشورى وعلى اللجنة التأسيسية أيضا، مما أثار حفيظة الآخرين سواء كانوا أقباط أو ليبراليين أو قوميين أو يساريين. أين الحكمة، في أين الواقعية في ذلك؟ أعتقد أن هذا الموقف أو هذا القرار كان بعيدا عن الواقعية، وكان غلطة الشاطر، يعني أنهم أخطأوا في هذا، أخطأوا بمعيار المصلحة الذاتية لحزب وحركة الإخوان المسلمين، وربما جاء الإنقاذ عن طريق يعني شطب الترشيح من قبل اللجنة الانتخابية، لكنهم أعتقد أنهم يرتكبون هذا الخطأ مرة أخرى إذا ركزوا على محمد مرسي. طيب، في أيضا أحد البيانات الصادرة عن المجلس العسكري، وهو بيان خطير نوعا ما، عندما يذكر أو ينصح بالاتعاظ من دروس التاريخ، وفهم من هذه الملاحظة بأنها تذكير بالصدام الذي حصل بين المجلس العسكري للثورة أيام الرئيس عبد الناصر وبين الإخوان المسلمين، والذي أدى إلى زوال الإخوان المسلمين كتنظيم رسمي. أولا، هل الظروف تسمح بصدام من هذا النوع على الطريقة إما الجزائرية أو على الطريقة الثورية الناصرية؟ هل مسموح ذلك؟ وهل ما فعله الإخوان المسلمين من سيطرة وهيمنة ودفعهم يعني وطموحهم للتبوئ الرئاسي بإمكانه أن يجعل من المجلس العسكري يملك أيادي حرة للتصرف؟ فلنقل أنه ربما تصل الأمور، تتدهور الأمور في مصر إلى درجة مواجهة جديدة بين الإخوان وبين المجلس العسكري وبين المؤسسة العسكرية، ولكنني أستبعد تكرار ما حدث في الخمسينات لسبب مهم. في الخمسينات الحزب الرئيسي في مصر لم يكن إخوان المسلمين، الحزب الرئيسي كان حزب الوهد، كان موجودا في السلطة وموجودا في الشارع ويعرف معنى يعني الخطة السياسية التي يتخذها ويقيس الأمور بمقاييس ومعايير واقعية، ويحاول يعني أن يداري الأمور بأفضل وجه ممكن. الإخوان المسلمين كان لهم وزن في الشارع قطعا، وحزب يعني قديم من أقدم الأحزاب المصرية، ولكنهم لم يكونوا في قلب السياسة المصرية. الآن الوضع مختلف، الآن حزب الإخوان المسلمين هو أهم حزب مصر بما لا يقاس. طبعا هنالك حزب النور، لكن حزب النور حزب ناشئ ويعني لا يملك الشرعية، هو حزب انتخابي نوعا ما، يعني لا يملك نفس الشرعية التاريخية التي يملكها الإخوان محل مصريا وعربيا. دكتور رغيد الصلاح، أريد أن أفهم منك، هناك طبعا توجس كان واضح جدا في كتابات الليبراليين وكل من هو إسلام، كل من هو غير إسلامي في مصر، من هذه الهيمنة الإسلامية. البعض اعتبر أن هناك صفقة بين الإسلاميين وبين الإخوان المسلمين، البعض اعتبر حتى أنه الانتخابات لم تكن نزيهة نوعا ما. واليوم نرى أصوات الليبراليين
وأصوات اللا إسلاميين وأصوات الإسلاميين مجتمعة على أقل الأصوات ضد المجلس العسكري وتطالب بتسليم مصر إلى 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 حكومة مدنية. أولا في تناقض، يعني هل الليبراليون يعتبرون أن خطر الإخوان المسلمين هو أخف من خطر المجلس العسكري؟ يعني لست متأكدا من ذلك. هنالك نوع من تركيب الثلاثية، هنالك ليس فقط الليبراليين، يعني كل الأحزاب غير الدينية تقف إلى حد بعيد في جهة معينة، جهة، وهنالك الأحزاب الدينية خاصة الإخوان بالدرجة الأولى وحزب النور إلى جانبه، وهنالك المؤسسة العسكرية. المواقف ليست دائما يعني مرتبة بحيث أن يكون طرفان في جهة واحدة والطرف الثالث في جهة مقابلة. في إذا ربما إذا عدنا إلى بداية التغيير في مصر، الإخوان كانوا يبدون تساهلا مع المجلس العسكري وحذرا في التعامل معه وتسهيلا لأموره، بينما كانت الأحزاب الأخرى تقف موقفا متشددا، وكأن الثورة يعني أو الثورة المصرية موجهة بالدرجة الأولى ضد المجلس العسكري بصفته امتداد للنظام السابق، بصفته أيضا في منطق في بصفته الموضوع. امتدادا جسم من النظام السابق في الحال الجسم يعني الوضع الراهن. ثم تغيرت هذه الصورة. أحيانا كان الإخوان هم الذين يصعدون ضد المجلس العسكري مؤخرا، يعني بينما يقف تقف الأحزاب الأخرى تقريبا موقف ليس متفرج لكن الحذر، يعني ابتعاد عن دخول الصراع. أنا أتصور أن الأحزاب غير الدينية لم تستطع أن تحسم أمرها على عدة مستويات. أولا من ناحية تحديد الهدف المحوري والمركزي، من ناحية بناء استراتيجية تقريبا في متفق عليها بين كافة هذه الأحزاب، ثم أيضا الاتفاق على إطار مشترك للعمل، يعني لا توجد هنالك إطارات للتنسيق بين هذه الأحزاب. كان واضحا مثلا في الانتخابات أنه لم يكن هنالك تعاون جدي فيما بينها من أجل إنجاح قوائم للمرشحين للشخصيات غير الدينية. البعض اعتبر أنها لا تملك الوقت، لم تملك التجربة أيضا في هذا الشأن. عفوا، البعض اعتبر أنها لم تكن تملك الوقت لبناء أحزاب جديدة بين الإخوان المسلمين وحزب عريق وتاريخي يمتلك. ولكن عندما يعني تكون ظروف ضاغطة والحاجات ملحة والتحديات كبيرة، فيجب على النخب الواعية المثقفة التي قامت بعمل كبير، يعني إنهاء نظام حسني مبارك كان عملا مهما، والدور الرئيسي كان في هذا الإنهاء يعني المباشر. لم يكن الإخوان طبعا كانوا مثلوا قوة المعارضة وكاسحة الألغام باستمرار، ولكن الأحزاب هذه وهذه الجماعات الشابة هي التي قامت بعمل. بعد من يراقب الوضع المصري يعتبر أنه ما حصل حاليا باستبعاد بعض الشخصيات هو استبعاد المرشحي الاستفزاز، وأن مصر ذاهبة نحو الاعتدال والوسط على الأقل عبر شخصيتي عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. هل برأيك كان هناك معركة في مصر، ومصر حاليا بحاجة إلى استعادة توازنها المصري الداخلي ضمن هذا النسيج الاجتماعي، وبالتالي نحن ذاهبون إلى هذا التوازن أو هذه الوسطية في مصر؟ يعني أتصور أننا أصبحنا أقرب إلى الحل المعتدل على صعيد الانتخابات الرئاسية، ولكن آمل أن لا يكون هذا النوع من الحل على حساب مدى صدقية الانتخابات وحريتها وتمثيليتها للرأي العام للناخب المصري. أنا لا أستبعد مثلا يعني انسجاما مع ما تفضلت به أن يصل الأمر إلى شيء من التفاهم بين المجلس العسكري والإخوان على مرشح يحظى بتأييد الجهتين. لست لا أملك في ذهني اسم مرشح معين، لكن ربما تكون هنالك صيغة للتفاهم، لأنه
أسهل هذا بعد انسحاب، بعد أن شطب اسم خيرت الشاطر الذي كان يمثل العصبية الإخوانية تمثيلا يعني أقوى. طيب بشكل سريع دكتور رغيد الصلح، أنا أعرف من خلال أبحاثك وكتاباتك دائما تطرح المقارنة مع تجارب الآخرين في الغرب خصوصا. حدث هذا الانهيار في أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتقلت الأنظمة في أوروبا الشرقية من نظام سابق إلى نظام جديد، وكنا نشعر أن الأمور يعني لم نكن نراقب بتفاصيل ما يحصل، لكن شعرنا أن الأمور تمت بانسياب. لماذا هذه التجربة الأوروبية نجحت في أوروبا الشرقية ونحن نعيش مخاض في كل منطقة تعرضت للربيع العربي؟ الحقيقة لأنه التغيير في أوروبا الشرقية لم يأتي مفاجئ. يعني في الخارج يخيل للكثيرين أنه عندما سقط جدار برلين هناك يعني ظهرت فجأة الديمقراطية والديمقراطيين في أوروبا الشرقية، ولكن الحقيقة إذا أكيد عندك يعني تابعت هذه المسائل، المخاض الديمقراطي استغرق سنوات وربما عقود من الزمن في أوروبا الشرقية. كانت من جهة يعني نظام السوفيتي يتراجع خصوصا بعد انتهاء مرحلة ستالينية، كان يتراجع تدريجيا، ومن جهة أخرى كانت القوى يعني المؤهلة للتغيير الديمقراطي تخرج إلى العالم. لكن ما حصل في أوروبا الشرقية لم يكن قطيع بين نظام وآخر، لأنه حصل دمج نوعا ما. يعني عندما تحدث عن بوتين في روسيا أو عن ما قبله أيضا، هم جزء من النظام السابق. عندما أيضا في أوروبا الشرقية كان حتى حصل بشكل دراماتيكي في رومانيا، من حكم في رومانيا كانوا جزء من هذا النظام. بأي معنى في مصر أو في أي بلد آخر هناك ارتياب من أي شخصيات تنتمي لنظام سابق؟ تم تجاوز هذا الأمر في أوروبا الشرقية؟ تم تجاوز هذا الأمر في أوروبا الشرقية لأنه كما تلاحظ لم تعد هنالك أحزاب شيوعية. يعني هنالك طبعا مثلا في روسيا هنالك حزب شيوعي، ولكن في أكثر دول أوروبا الشرقية الأحزاب الشيوعية غيرت اسمها، غيرت حتى نظرياتها وبرامجها وإيديولوجياتها، وتحولت إلى أحزاب يعني ديمقراطية اشتراكية قريبة إلى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في بقية المناطق، بقية دول أوروبا. لا يعني لا يوجد فارق أساسي بينها، بالعكس يمكن أحيانا تقف على يمين أحزاب اشتراكية ديمقراطية أو أحزاب اشتراكية تقليدية. طيب دكتور رغيد الصلح، حتى نبقى في وادي النيل، أريد أن بشكل سريع أن نلقي ضوء على ما حصل مؤخرا في السودان، هذه الحرب، هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى حول منطقة هجلج. طبعا البعض اعتبر أن الانفصال هو كارثة في السودان، ولكنه على الأقل سيحمل السلم إلى هذا البلد أو إلى هذين البلدين، لكن يبدو أن الأمر لا ليس في هذا العدد. أولا، هل لديك شعور أن هناك مؤامرة كما يتحدث السودانيون بشكل رسمي، أن مؤامرة ضد بلدهم وضد ثرواتهم، وأن المعارك ستستمر وأنهم سيتعرضون إلى معارك مختلقة من هذا النوع، أم تعتبر أن هذه المعركة كانت فعلا محلية وكانت خطأ جنوبي وكان يعني محدودة في الزمن؟ يعني في هذه المسألة أيضا ربما من المفيد الاحتكام إلى التجارب. يعني التجارب تقول أنه عندما تحصل انفصالات من هذا النوع في أكثر الأحوال يعني لا تتم سلما على الطريقة التشيكوسلوفاكية، يعني بشكل هادئ وبسيط يعني ميسر على كل نوع. تحدث الكثير من الصراعات ومن الحروب ومن المآسي والمشاكل، وتستمر زمنا طويلا إلى أن تستقر الأمور بينهما بعد مضي وقت وبعد ما تدخل أطراف كثيرة محلية ودولية من أجل إيجاد حلول لهذه المسألة. يعني خذ مثلا هنا في بريطانيا جمهورية إيرلندا وبريطانيا، حتى فترة قصيرة كانت المسألة لا تزال مسألة إيرلندية تطغى على العلاقات بين الطرفين. فأنا أعتقد أن الظن
بأن جنوب السودان سوف ينفصل سلما وبطريقة مريحة وتستمر العلاقات على أحسن ما هي بين البلدين بعد حرب استمرت نصف قرن تقريبا، يعني من الستينات بدأت هذه الحرب، كان أمرا في غير محل، يعني تصورا في غير محله. وأعتقد أن صرف هذه ليست حربا شاملة، ولكن المعارك سوف تستمر بين الفريقين. في القسم الثاني دكتور رغيد الصلح، سنتناول الشأن الآخر المهم في هذه المنطقة هذه الأيام، والشأن السوري. نتناول خطة أنان وأيضا موضوع المراقبين، وسنتحدث أيضا عن موضوع إيران، هذا الإيجابية الجديدة التي ظهرت في إسطنبول وقد تظهر أيضا في اللقاء المقبل في بغداد. سنحاول أيضا أن أفهم منك لماذا قام الرئيس نجاد باستفزاز الخليجيين من خلال زيارة أبو موسى، ونحاول التعريج أيضا على بعض الملفات الأخرى لا سيما الانتخابات الفرنسية وتداعياتها على المنطقة بعد الفاصل. علامات استفهام في القسم الثاني، ضيف هذا المساء الباحث والكاتب السياسي دكتور رغيد الصلح. نحاول أن نفهم منه جدل المنطقة من الخرطوم إلى طهران. سنتوقف الآن في سوريا. هناك هذا التطور الجديد، موضوع خطة أنان. أخيرا تم الاتفاق على، نقول أخيرا أنه كان في مشكلة اتفاق داخل مجلس الأمن، يعني تستخدم الشرعية الدولية من أجل أي إجراء له علاقة في سوريا. لكن على الأقل هناك تعويل روسي على هذا القرار الأممي، وهناك من خلال ما سمعناه من مندوبة الولايات المتحدة أو المندوب الأمريكي أو المندوب الفرنسي أو المندوب الألماني، وكأنه صوتوا على هذا القرار بإرسال 300 مراقب دون كثير أمل ودون تعويل على نجاح، وأنهم يتوقعون الفشل وأنهم يتوعدون ببدائل أخرى. ما رأيك؟ من حيث البدائل الأخرى مطروحة كانت، يعني هنالك بعض الأطراف تدعو إلى تسريح الجيش السوري الحر بإعطائه أسلحة متوسطة تمكنه من إلحاق أضرار حقيقية بالجيش السوري، أسلحة مضادة للدبابات وحتى أسلحة صواريخ ضد الطائرات، وبالتالي تعطل الأسلحة الأكثر فعالية لدى هذا مشروع من؟ مشروع يجري التداول فيه، يعني في يعني بشكل علني سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي تحدث عن التسليح بشكل علني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تحدث عن التسليح، لكن صدرت مجموعة من التقارير الغربية تفيد بأنهم غير راضون عن هذه اللهجة، ويقال أيضا أنهم أنذروا هذه الدول بعدم تسليح المعارضة. أنا يعني كما هو واضح الولايات المتحدة هي في مقدمة الدول التي تحاول أن تضع سقفا لتدخل في المسألة السورية ولدعم المعارضة السورية، وتحاول أن تبقي الصراع في سوريا في إطار معين ربما يمكن ضبطه بانتظار أن تبرز معطيات تقرب إلى نوع من الحل السياسي لهذه المشكلة. لست أعتقد أن إدارة أوباما على استعداد لفتح جبهة جديدة في الوقت الذي نقلت فيه أغلب تركيزها من منطقة الشرق الأوسط إلى الباسيفيك، إلى المحيط الهادئ، إلى جنوب شرق آسيا. فالولايات المتحدة ليست من أنصار هذا التدبير، ويبدو أنها تؤيد الضغط السياسي والاقتصادي بصورة خاصة، وقد ألمحت، لم تلمح بالعكس، صرح كلينتون بأنه إذا فشلت خطة أنان فسوف تصدر المزيد من العقوبات الاقتصادية على سوريا. طيب هناك من اعتبر، طبعا هذا القرار يقول ننشر ال 300 مراقب خلال 90 يوما بعد ذلك بإمكان التجديد أو عدم التجديد، هناك من اعتبر أن المجتمع الدولي أعطى النظام السوري 3 أشهر مهلة لإنهاء هذه المسألة. أولا أريد شعورك، هل هناك من لا يريد لمهمة المراقبين أن تنجح؟ بمعنى هل هناك دوليا نتحدث من سيسعى إلى إشعال المعارك باستمرار في سوريا بغض النظر عن قرار المعارضة والنظام في هذا الشأن؟ نحن عندما نبحث هذا الموضوع أحيانا يتبادر إلى الذهن دول معينة،
ولكن لا بأس أن ننتقل من الدول إلى الفاعلين غير يعني الحكومات. هنالك أطراف في الغرب، في الولايات المتحدة، أطراف متشددة في أوروبا، أطراف متشددة تريد فشل خطتنا، لا تميل أصلا إلى يعني تعزيز وتقوية دور المنظمات الدولية في مثل هذه. لكن من أجل ماذا طالما كان هناك عزم وقرار رسمي غربي أطلسي عسكري سياسي بعدم التدخل في سوريا، وأن الحالة الليبية لا تنطبق على الحالة السورية، في حال أرادوا إفشال أنان من أجل ماذا؟ أنا لست أعتقد أن نفس الجهة التي قررت ابتعاد عن التدخل العسكري، أو ليس ابتعاد عن التدخل العسكري، استبعاد يعني فكرة التدخل العسكري، هي التي قررت تقرر الآن إفشال خطة أنان. بالعكس، أنا أعتقد أن الذين قرروا عدم التدخل عسكريا، عدم تكرار مثلا ما حدث في صربيا، يعني أنه قصف جوي، أو ما حدث في ليبيا في سوريا، أو محاولة تكرار هذه الأحداث في سوريا، هم أنفسهم يريدون الآن إفشال خطة أنان. هم ليسوا جهة واحدة، بالعكس هم جهات متناقضة على خطي يعني نقيض فيما بينها. طيب، هل الدول الإقليمية، كنا منذ قليل ذكرنا تصريحات سعود الفيصل وتصريحات أيضا وزير خارجي القطري، تصريحات أردوغان التركي، كلها تصريحات بين مزدوجين عدائية ضد النظام السوري، هل هي ملتزمة بهذا الإجماع الدولي؟ هل بإمكانها اللعب في الوقت الضائق؟ يعني بالضبط، هي يعني أطراف دولية وإقليمية وعربية تقف موقفا سلبيا من النظام في سوريا، ولكنها ليست متفقة على طريقة إدارة الصراع، على الحلول لهذه الأزمة أو المعضلة. ففي الغرب، خاصة يعني في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يفضلون التصعيد السياسي وصولا إلى إمكانية إحداث شيء من التغيير في سوريا، بينما هنالك في المنطقة يعني هنالك تفكير في وسائل أخرى، منها كما ذكرت تقوية الجيش السوري الحر، أعطاء أسلحة متوسطة ربما تمكنه من يعني إلحاق خسائر ضخمة بالجيش السوري وتهيئ لنوع من التغيير. في الأيام الأخيرة وبعد وصول المراقبين، تم نشر صور للمراقبين في حمص برفقة ضباط من الجيش السوري الحر، وهناك أنباء أخرى قالت أن الجيش السوري الحر كان حاول في بعض الأحيان حماية حول المراقبين، بما يعني أن العالم بدأ يتعامل مع هذا الجيش السوري الحر. هذا جانب. جانب آخر، هل ترى أن كوفي أنان هو مقتنع بخطته، وأن هذه الخطة ستؤول إلى وقف، ليس فقط إلى وقف إطلاق النار، لكن أيضا إلى حوار بين معارضة ونظام، وبالنهاية إلى تسوية على الطريق اليمني؟ يعني كوفي أنان شخص مجرد، يعني له تجربة طويلة سبقت حتى مكانته كأمين عام للأمم المتحدة في مثل هذه المسائل والصراعات. هنالك صراعات تصل إلى ربما مدى أبعد من مستوى الصراع الموجود في سوريا. نحن في لبنان نملك أيضا تجربة تذكر 15 سنة تعرض فيها لبنان إلى نوع من التدمير المنهجي، وكانت الأطراف المتصارعة يعني تتصرف وكأنها دول، يعني ولها يعني تحالفات يعني جعلتها في مواجهة بعضها البعض، حتى لم يعد هنالك تقريبا كيان لبناني. في كثير من الكتابات في الغرب كان يقال أن لبنان ليس وطنا وليس دولة، بل هو مجموعة قبائل إلى آخره.
تحصل مثل هذه الصراعات وتتسم في كثير من الأحيان بالوحشية وبالشدة وبالقسوة البالغة، ولكن في النهاية يجد المتصارعون أنفسهم عاجزين عن الحسم العسكري، فيلجأون إلى التسوية. عفوا، فيلجأون إلى التسوية، وبالتالي فيلجأون وهم غير راضين، مضطرين ومقهورين يعني إلى هذه التسوية، يجلسون مع بعضهم البعض وهم بدون أن تكون هنالك يعني ثقة متبادلة بينهم، ولكنهم يجودون أنفسهم أن هذا هو المخرج الوحيد. طيب، أريد أن أنتقل إلى الموضوع الإيراني. طبعا الإيران هو الإيران طبعا حليف لسوريا، وواضح جدا من خلال ما يعلن وقوفهم مع النظام السوري، ولكن من غير ما من خلال ما لا يعلن أيضا عن يعني مساعدات مالية وعسكرية ومخابراتية وكل وإعلامية تدعم النظام السوري. هذا النظام في إيران فاجأنا في إسطنبول في محادثاته مع مجموعة 5+1 حول البرنامج النووي بأجواء تفاؤل وبالكلام عن معدلات تخصيب معينة، وحتى التفاؤل كان حتى عند الغرب. أولا، هل هذه المرة برأيك هو تكرار لمرات سابقة من شراء الوقت، أم أن هناك شيء جديد في إيران وفي العالم يسمح للغرب أيضا بأن يلاحظ الإيجابية في الخطاب الإيراني؟ الحقيقة الغرب وواشنطن تحديدا كانت الجهة التي أعربت عن تفاؤلها بعد مؤتمر اسطنبول. الآن طهران هي التي تبدي تفاؤلا شديدا بمؤتمر بغداد. أعتقد أن التفاهم الضمني بين الطرفين غير مستبعد، يعني بين الولايات المتحدة وبين النظام في إيران غير مستبعد، يعني أنه هنالك تفاهمات تمر خاصة عن طريق بغداد أثبتت فعاليتها حتى الآن. يعني كيف استمر نوري المالكي في حكم العراق؟ استمر عن طريق نوع من المباركة المزدوجة الأمريكية والإيرانية، وحكم العراق ليس حكم بلد ثانوي أو هامشي في المنطقة. العراق بلد مهم جدا في المنطقة، أن يتفق الفريقان على استمرار فيه معناته هنالك يعني إمكانية للتفاهمات على نطاقات أوسع تشمل بما في ذلك يمكن برنامج النووي الإيراني. أنا شخصيا لست أعتقد أن إيران هي في صدد امتلاك القنبلة الذرية. أنا أعتقد أن إيران همها الأساسي هي أن تكون هي القوة الإقليمية الرئيسية في المنطقة، أولا في منطقة الخليج وثم في منطقة المشرق العربي. والبرنامج النووي أو القنبلة النووية هي أداة من أدوات هذه الهيمنة. صح، ضرورية أداة ولكن ليست ضرورية. لماذا؟ لأنها يعني بواسطة القوات التقليدية تكون إيران موازية من حيث القوة لبل أقوى من كافة دول الخليج مجتمعة. طيب، إذا امتلكت الأسلحة التقليدية فقط مضافا إليها قوة سوريا وقوة العراق، يعني الآن إيران هنالك شيء من التحالف الذي يعبر إلى سوريا ثم يمر يعني في العراق ووصولا إلى لبنان، تملك تحالفات تسمح لها بأن تلعب دور القوة الإقليمية. لكن هذا لا يحمي، هناك منطق في إيران يقول أنه طبعا يعني لديك الحق في القول أنه المشكلة ليست مشكلة البرنامج النووي الإيراني، المشكلة في إيران هو كيف يدافع الإيراني عن هذا النظام. بالتالي القنبلة النووية كانت أحد أدوات الأمان للنظام السياسي بانتظار أن يقبل العالم الغربي بهوية هذا النظام. كيف يمكن التوصل إلى تفاهم؟ هل برأيك الولايات المتحدة والغرب سيسلم بأمر الجمهورية الإسلامية نهائيا في إيران، وبالتالي سيسلم بنفوذ إيران الإسلامية في المنطقة؟ قطعا أن الولايات المتحدة سوف تعارض بكل قوة تحول إيران إلى قوة إقليمية الأهم، وحتى إلى قوة إقليمية كبرى، يعني لأنه الأثر المباشر لهذا التحول أو لهذا الصعود سوف يكون على منطقة الخليج، وفي منطقة الخليج
الولايات المتحدة لا تريد لا شاهن آخر ولا صدام آخر. في منطقة الخليج تريد هنالك أن يكون باكس أمريكانا، سلام أمريكي حقيقي. وممكن تفاهم مع إيران على أن يكون لها دور، دور محدد مقنن أمريكيا وأطلسيا. ولكن لا أنت، ولكن برأيك الولايات المتحدة ما زالت تملك القوة بعد تجربتها العراقية والأفغانية في فرض شروط من هذا النوع؟ أعتقد أنها يعني في هذه القوة مؤكد أنها تتراجع باستمرار. طب هل يعني من خلال ما جرى في إسطنبول وما سيجري في بغداد ترى أن هناك فعلا يعني تتحدث عن اتفاق ضمني؟ في تجارب سابقة تحدثنا عن إيجابية وبعد ذلك واضح كان هناك شراء للوقت. كما تفضلت مثلا تجارب سابقة عراق، أفغانستان، حتى في كوسوفو وفي يعني تفاهمات سابقة. ولكن هذا لا يستبعد هامش واسع للصراع، يعني ليس هنالك تحالف أمريكي إيراني تحت الطاولة قطعا لا، هنالك يعني صراع وصراع حقيقي. ولكن هذا الصراع لا يصل إلى أن يكون صراعا مفتوحا على احتمالات صدام عسكري. أنا أعتقد أن الصدام العسكري غير قائم. دكتور أغيد الصلح، في هذا الإطار كيف فهمت زيارة محمود أحمد نجاد الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات؟ طبعا الإمارات تقول أننا كنا في صدد إعداد يعني خطة طريق لتفاهم جديد مع إيران عندما قلب الإيراني هذه. هل الإيراني يحتاج إلى هذا الاستفزاز؟ ليس فقط للإمارات، لكل دول الخليج وللعالم أيضا، طالما هذه المنطقة منطقة حيوية للعالم. يعني أولا أعتقد أن هنالك تفسيران لهذه المسألة. التفسير الأول أن يعني إيران هي يعني في صدد الضغط على الولايات المتحدة، على دول الخليج، على أطراف دولية للوصول إلى الهدف الذي تحدثنا عنه، هو القبول بإيران كقوة إقليمية أساسية. طبعا الضغط المقصود فيه هو تعظيم دور الإقليمي لإيران لأبعد حد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن إيران تتوقع أن تحصل على كل ما تتمنى. هنالك تفسير آخر يقول أن المبادرة كانت من أحمد نجاد من أجل التعويض عن يعني الضغط الذي يعاني منه هو شخصيا. قبل فترة قصيرة استدعي إلى مجلس النواب ويعني انهالت عليه الانتقادات بشكل يعني كان واضحا وصريحا ومؤلما كما أعتقد. فشخلقه بأنه هذا وسيلة من أجل استرجاع شيء من هيبة الرئاسة الإيرانية، ومن أجل يعني تحريك وتحفيز العنصر الشعبوي في السياسة الإيرانية لمصلحته هو شخصيا. وهو أحمد نجاد شخصية شعبوية بامتياز، يعني يراهن على استثارة المشاعر العفوية والعاطفية عند الناس اعتبر أنها أراضي إيرانية وسيادة إيرانية والدفاع بالضبط. فهذه المسألة استغلت إلى أبعد حد. وأنا لاحظت من أمر ملفت للنظر يعني قائد القوات البرية الإيرانية في خطابه استخدم لهجة يعني تدل على الاستفزاز والاستعلاء، وبالعكس يعني وضعها هو شكلا في قالب من يريد التودد إلى الدول العربية والإسلامية، ولكن مضمونها كان واضح تماما أنه عندما قال إن الأخوة إن الدول العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية أخوة لها لنا ونحن نهتم بأمرها وكذا، يعني كأن المقصود إنه هي امتدادنا وعمقنا والمشكلة مع الأنظمة. ثم قال بلغة التهديد صريح إنه أفضل للدول المجاورة أن تبتعد عن إثارة القضايا الخلافية وإلا كانت النتائج وخيمة. يعني إنه ليس فقط لا حق لكم في هذه الجزر، ولكن لا حق لكم في أن تثيروا هذه المسألة على أي نطاق. ممنوع الكلام عن هذه المسألة، شطب الكلام.
فهذه يعني في الدقائق الأخيرة دكتور رغيد الصلح، أريد تعليقك حول نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية التي يبدو تعد بوصول الاشتراكيين مرة أخرى إلى السلطة بالشخص فرانسوا هولاند في الدورة القادمة في 6 أيار مايو القادم. أولا، هل هذا تغيير في أوروبا وفي العالم يعتبر أساسي مفصلي، أم أن اليسار واليمين أصبحوا من التناغم بحيث لا فرق بين 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 يمين ويسار، أم تعتبر أيضا أنه في مجال آخر للحديث عن محليات فرنسية بإمكانها أن تغير أصول اللعبة في فرنسا أيضا؟ تغير بمعنى العلاقة بين اليسار واليمين، ليس فقط العلاقة بين اليسار واليمين، هل هذه هل الدورة الأولى تعني وصول اليسار، أم الدورة الأولى قد لا تعني شيء وأن هناك مفاجآت انتخابية قد تحصل أيضا؟ يتوقف الأمر إلى حد بعيد على خيارات مؤيدي الجبهة الوطنية بزعامة لوبان. يعني إذا اختار الأكثرية الساحقة من مؤيديها تأييد ساركوزي، فمعناته أنه سوف ينجح ويسقط هولاند. ولكن إذا يعني بقي معظم أنصارها في بيوتهم وامتنعوا عن الذهاب إلى أقلام الاقتراع، فينجح مرشح اليسار الفرنسي. ولكن في تقديري أنا، يعني فضلا عن الملاحظات التي أشرت إليها، هناك ظاهرة خطرة جدا، وهذه ظاهرة هي فرنسية وأوروبية معا، يعني الحدود الفاصلة بين اليمين المتطرف واليمين يمين الوسط بدأت تتلاشى في أوروبا، وبدأ هذا الوضع الجديد يعطي نوع من المشروعية إلى اليمين المتطرف لم تكن موجودة سابقا. يعني أذكر عندما فاز اليمين المتطرف في النمسا، صار في نوع من كأنه حصار سياسي على الحكومة النمساوية، لأنه زعيم اليمين المتطرف دخل الحكومة. الآن هذا الوضع لم يعد قائما، يعني نائب رئيس الحكومة الإيطالية كان هو من الفاشيون الجدد. في هولندا أكبر حزب سياسي تقريبا هو حزب اليمين المتطرف. فهذه الظواهر تثير المخاوف، أولا بأنه بصورة عامة معناتها أنه الديمقراطية الأوروبية كما نعرفها قد تنحسر في المستقبل، وهذا أمر يضر يعني بمسار ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية. نحن نريد الحفاظ على الديمقراطية الأوروبية وتأسيس ديمقراطية عربية وليس العكس. الأمر الآخر هو أنه هذا اليمين المتطرف هو اختار العرب عدوا أساسيا له، وبدرجة أقل الإسلام، يعني الأرابوفوبيا والإسلاموفوبيا هي العقيدة الجديدة التي حلت محل اللاسامية عند هتلر والنازيين. فهذا أمر خطير جدا، خطير ليس فقط على العرب المسلمين، وإنما خطر على مستوى الأمن الدولي، أمن المنطقة، أمن المتوسط، مستقبل الشعوب. يعني فهذه مسألة خطيرة جدا. وانتخابات الفرنسية من الآن حتى الدورة الثانية جديرة بالمراقبة وجديرة بسجال الذي سيحصل حاليا، ليس فقط بين اليمين واليسار، بين ساركوزي وبين هولاند، لكن أيضا بين بقية التشكيلات السياسية التي ستدلي بدلوة في هذا الصدد. أشكرك جزيل الشكر دكتور رغيد الصلح، الباحث والكاتب السياسي. كنا نحاول أن نفهم هذا الجدل في المنطقة، تطرقنا إلى فرنسا أيضا. شكرا للانتباه.